مؤشرات اقتصادية وأرقام صرح بها مختصون تعكس بوادر انفراج الأزمة الاقتصادية بالبلاد، خاصة مع ارتفاع قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملة الأجنبية. الآن دينارنا بحول الله يعني في مستوى أرقى من ذي قبل، ولا دينار معتبر حتى نشوف، ومازال يتحسن. احنا سعر الدولار حسب قانون مالي لسنة 2014 مبرمج الدينار 670، في أوائل سنة 2014 تجاوز وصل حتى 75 و78، اليوم معناها في حدود دينار 600، وما باش نهبطوا أقل حتى من دينار 600. هذا مؤشر إيجابي بالنسبة لارتفاع قيمة الدينار، معناها بالمقارنة مع العملة الأجنبية. اثنين، عن الاحتياطي من العملة الصعبة اللي في وقت من الأوقات هبطنا لما يقارب 94 يوم، وكنا وقتها متخوفين برش، اليوم رجعنا 104، وفي المدة الأخيرة الأيامات الأخيرة وصلنا توا الاحتياطي من العملة صعبة ما يقارب 108 يوم توريد. الوضع الاقتصادي في تحسن، لكن يتطلب العديد من الإصلاحات في شتى المجالات، منها القطاع البنكي والنظام التربوي. هذا ما أكده محافظ البنك المركزي شادلي العياري، إصلاحات قد تستغرق وقتا طويلا حسب رأيه. مش تصلح بالنظام التربوي متاعك، الإدوكاسيون، نظام الانتاج، الميزانية متاعك، يعني الإصلاح هذا يعني مش قرآن. القطاع البنكي يولي يكون قطاع بنكي يتغير منفتح على التمويل للقطاع الصغيرة. نحن في حاجة أكيدة إلى التغيير، إحنا يلزمنا وقت. الشيء اللي طالبيننا باش يعملوه في عام، احنا نقولوا ماذا بينا عامين. الافاق في اعتقادي الان يعني افضل 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 بكثير مما كانت عليه. 300 مليون يورو هي قيمة القرض الذي ستتحصل عليه تونس من قبل البرلمان الأوروبي خلال الفترة المقبلة، والذي قد يمكن حسب آراء الخبراء من إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية التي تعصف بها إذا تم توظيفه بطريقة إيجابية. اتحاد أوروبي سمعت فجرائي تصيح 300 مليون يورو، هذا وقع نقاشه من عم ناول مع الاتحاد الأوروبي مع أوروبا، لكن جمد لأسباب معروفة. وقتها كان في مش حكومة، والوضع السياسي كان ماهوش واضح، ووضع الأمني ما كانش واضح. الآن كي توضح الوضع السياسي والوضع الأمني عاود تحركت هذا، وأدوا أكدوا بالقرض لتونس 300 مليون يورو إن شاء الله الأشهر القادمة هذه سينجز هذا القرض. نواصل ناخذ هالقروض هذه على شرط نعرفوا كيفاش نوظفوها، ونعرفوا كيفاش نستعملوها باش نخرجوا تونس من الأزمة الحادة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي هي موجودة فيه. المواطنون من جهتهم اختلفت آرائهم بين من يحمل انطباعا إيجابيا حول تحسن الوضع الاقتصادي بالبلاد، وآخر يرى عكس ذلك. فما بوادر انفراج و دوسمون، معناتها ماهيش بالطريقة المنتظرة. بالنسبة للوقت الحاضر ما تحسن حتى شيء، كل شيء قاعد كما هو. نجم نقولوا 5% خير من قبل. 50% تحسن و 50% مازال ما تحسنش. علاش؟ لخاطر لا مازالت الأسعار غالية. الوضع الاقتصادي باش يتحسن بشوية بشوية، أما يلزم وقت، فهمتني؟ مش في ظرف عام باش نتحسنوا. نظرة مستقبلية تفاؤلية عبر عنها التونسيون حيال الوضع الاقتصادي بالبلاد الذي يأخذ منحا إيجابيا حسب المختصين.